الأرنب هو حيوان عاشب يتغذى من الجزر وبعض الخضروات. إذن فما هو مسار الأغذية وتحوله داخل الأنبوب الهضمي لهذا الحيوان العاشب؟ للتعرف على الأعضاء المكونة للجهاز الهضمي عند الأرنب، نقوم بتثبيته وتخديره ثم سلخ جلده من الجانبين. بعد ذلك نقوم بقص القفص الصدري وإزالته. أخيرا شق البطن لكي يسمح لنا برؤية الأعضاء الداخلية للأرنب. عند مرور الطعام إلى الفم تطحنه الأسنان، ويساعدها على ذلك اللعاب، ثم ينتقل الطعام إلى البلعوم، ثم إلى المريء وهو أنبوب طويل يمتد إلى الخلف في تجويف الصدر لينفتح في المعدة، حيث تقوم المعدة بهضم الطعام ومزجه بالعصارة المعدية فتحويله إلى مغذيات ذائبة في الماء. يليها الأمعاء الدقيقة التي تقوم بامتصاص المواد المغذية وتمريرها إلى الدم الذي يقوم بنقلها إلى كامل أنحاء الجسم، إلى أن يصل الغذاء إلى الأمعاء الغليظة، حيث تقوم بامتصاص الماء المتبقي وتبدأ بتجميع الفضلات التي تخرج أخيرا عبر فتحة الشرج. لنرى الآن كيف يكون شكل الغذاء في المعدة، ثم في الأمعاء الدقيقة، وثم في الأمعاء الغليظة. في المعدة تحول الغذاء إلى حساء متماسك، حيث يمكننا التعرف على بعض مكوناته. أما في الأمعاء الدقيقة فقد أصبح الغذاء حساء سائلا، حيث يصعب التعرف على بعض المكونات. أما في الأمعاء الغليظة فلم يبقى سوى الفضلات التي ستخرج عبر فتحة الشرج.